يا شيخ، يوجد مقولة أنكم قدمتم للكتاب في فتنة في تكفير الدولة للمقدسي، وأنكم ذكرتم هذا في المقدمة له يا شيخ، ما صحة هذا يا شيخ؟ هذا كذب. وأنا إذا كنت من المدينة وبعد السجن في المدينة وفي الرياض خرجت وأنا لا أكفر الحكومة السعودية، فكيف أكفرها؟ فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم، فلا يجوز لنا أن نكفرها وهي دولة مسلمة. يا شيخ، يوجد سؤال بارك الله فيكم، نريد نعرف رأيكم يا شيخ في المدعو المقدسي أبو محمد المقدسي، نبغى رأيكم فيه يا شيخ، ما تقولون فيه؟ هل هو من أهل العلم أو هذا الرجل يكتب كتابات وكتبه كثيرة الأخطاء، إذا مرة أرسل لنا بكتاب لعله الله أعلم إعداد الفوارس. نعم، إعداد الفوارس في برق المدارس، هو وغيره، لا وليس بكتاب الكواشف الجلية، فإنه كان لا يعترف بأنه له، فأعطاني أنظره وأنا ما لدي وقت، فأعطيته الأخ الناقد البصير عبد العزيز البراعين، وبين ما فيه من الأخطاء نصحا لله سبحانه وتعالى، فوصلت إليه، فإذا هو يريد أن يرد على عبد العزيز البراعي، فقلت له: هذا رجل جاهل مكابر، اتركه ولا لا ينبغي أننا نشتغل به، لا ينبغي أننا نشتغل به، والله المستعان. ولكن الناس من رأوا عنده حماسة ظنوا أنه من أهل العلم، وما أكثر الذين يظنونهم من أهل العلم وليسوا من أهل العلم، فهذا رجل ليس من أهل العلم.